السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة أبعاد وتداعيات القرارات الجمهورية الأخيرة وعلاقتها بطبيعة المرحلة القادمة. إذن مشاهدينا، ردود أفعال متباينة وقراءات مختلفة تلك التي تدور في فلك قرارات الرئيس هادي، لكن الثابت في الأمر أنها جاءت في الوقت المناسب، هكذا يتم النظر إلى الأمر من قبل الأغلبية التي رأت في القرارات ضرورة حتمية، خصوصا في الجانب الوزاري الذي كان يتوفر على حقائب شاغرة في جانب وركودا في الجانب الآخر. لكن هذه الصورة مختلفة تماما عند البعض، خصوصا فيما يتعلق بتغيير محافظ عدن، حيث ظهرت الكثير من التباينات، لكن الآراء لا تختلف حول حاجة العاصمة المؤقتة لتغيير يلبي حاجة المرحلة القادمة من التنمية وإعادة الإعمار، وهو ما عجزت السلطة المحلية عن تحقيقه خلال الفترة الماضية، ناهيك عن بعض الخلافات التي ظهرت في الفترة الماضية والتي تجلت بوضوح أكثر فيما يخص الملف الأمني، لعل حادثة منع قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي من دخول العاصمة المؤقتة عدن كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تداعيات القرارات الجمهورية الأخيرة وعلاقتها بطبيعة المرحلة القادمة، وهل الخيارات الجديدة قادرة على تجاوز الإشكاليات السابقة، وما الذي تحتاجه في هذا الصدد؟ لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش نشاهد هذا التقرير. إعادة لترتيب البيت الداخلي للشرعية، هكذا فسر الغالبية قرارات الرئيس هادي الأخيرة، لكن القرارات وإن بدت مفاجئة بالنسبة للبعض إلا أنها أتت بعد سلسلة من الأحداث والمؤشرات التي جعلت من صدورها ضرورة حتمية، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الوزاري الذي كان يشهد فراغا في بعض الحقائب وركودا في الأخرى، ما استدعى اللجوء إلى إنعاشها، وإن كان هذا الإنعاش جاء متأخرا نوعا ما. في الجانب الآخر وهو الأكثر جدلا، فالواضح حتى الآن أن التغيير الذي اقتضته قرارات هادي لم يكن اعتباطيا، وأنه جاء متماشيا مع طبيعة المرحلة القادمة التي تقتضي التنمية وإعادة الإعمار، وهو ما تجلى في اختيار المحافظ المفلحي الذي عرف عنه بأنه رجل اقتصاد وتنمية، وذلك ما تحتاجه العاصمة المؤقتة بحسب مراقبين. في المقابل هناك من ينظر إلى القرارات من نوافذ سلبية في أبعادها وأهدافها، لكن ذلك لا يؤثر في شرعيتها ولا يقلل من الجدية والقوة في طريقة اتخاذها إذا ما قورنت ببعض الأحداث التي سبقتها بفترة وجيزة، خصوصا تلك التي بدت فيها السلطة المحلية والأمنية تتصرف بمعزل عن الشرعية، فجاء الرد حاسما ومقوما. تبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن أبعاد هذه القرارات وردود الفعل حولها، لكن ذلك الخفي المرتقب لن يغير من شيء أصبح الآن مفعولا. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا الصحفي والناشط السياسي ياسر اليافعي من عدن. سيد ياسر، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد ياسر. يعني في البداية، كيف تنظرون لقرارات الرئيس هادي الأخيرة، وما هو تقييمكم لهذه القرارات؟ طبعا هي قرارات من حيث المبدأ فيما يخص محافظة عدن كانت متوقعة بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له المحافظ منذ أن تولى السلطة في عدن، وما تعرض له من معوقات كثيرة بالإضافة إلى الحملات الإعلامية ومحاولة الاغتيال، كلها تمر بسلسلة واحدة، ابتداء من محاولات الاغتيال إلى محاولات الإفشال إعلاميا بعد تولي السلطة تقريبا بأشهر، ثم مرحلة تشكيل قوات مسلحة أخرى مديدة ما يملكها المحافظ من قوة ما سمي ألوية الحماية الرئاسية، ونتيجة الضغط الذي تعرض له مؤخرا ألوية الحماية الرئاسية بالضرورة. يعني نأخذ الموضوع من جانب أنها يعني تلبية للحملة الإعلامية التي استهدفت المحافظ، ولا نأخذه من جانب أن كان هناك فجوة ما بين السلطة المحلية في عدن والحكومة؟ دعني أكمل حتى أوصل لك الفكرة. نعم. هي في الأخير هو ما يحدث في عدن صراع سياسي، وأكدنا عليه أكثر من مرة، هنا قوة أو تحالف الرياض أحزاب سياسية يمنية. نعم. بالإضافة إلى أحزاب إسلامية سياسية حديثة، هي تقف خلف تغيير المحافظ والحملة التي عليه منذ أن صعد إلى السلطة، صار عدة
له علاقات بإيران وتارة حق تحت الفشل يعني فشل في الخدمات، بينما الواقع يقول انه محافظ عدن اذا كان في هناك تقييم حقيقي يقول محافظ عدن هو المحافظ الوحيد الذي انجز شوط كبير بالملف الامني الذي كلف بسببه وكلف في البدايه من اجل تامين عدن لعوده الحكومه، ولكن عندما عادت الحكومه الى عدن قدرت به وطعنته من الضار. طبعا هذا القرار يختلف تماما ما قال تقريركم انه بات ساري المفعول، بالعكس هو سيادة المياه الراكده في الشارع الجنوبي، وسيثبت هذا القرار للعالم ان هناك قضيه سيتم تفعيلها مجددا، وسيعرف الرئيس هادي مدى فداحه ما اتخذه من قرار خاطئ. لا نقول انا عن نفسي لست ضد القرار، ولكن الاليه التي تم بها اتخاذ القرار بشكل مفاجئ بدون التشاور مع الشركاء الرئيسيين بالنسبه لحكومه الشرعيس وكان ذلك المقاومه الجنوبيه او السلطه المحليه في عدن او حتى الامارات التي تتواجد بقوه في عدن وكان لها دور كبير في تطبيع الحياه، كان قرار مفاجئ. اجتمع مجموعه من احزاب معينه في الرياض الرئيس هادي ثم اقر هذا القرار دون الرجوع لهم. هنا المشكله ليش في تغيير محافظ عدن؟ فهو بالاخير عين بقرار شرعي وبالامكان ازالته بقرار شرعي اخر، لكن الاليه التي تم بها إقالة المحافظ والوزير هاني بن بريكم أشهر شخصيتين في عدن ولهم باع كبير في مقاومة المد الحوثي وتأمين عدن، هذا الذي جعل الناس يعني ترفض الآلية التي تم اتخاذ بها القرار، وأنه استهتار بقضيتهم وتضحياتهم وبالشهداء الذين قدموا. الأمن في عدن لم يتوفر كذا يعني بغمضة عين، بل كان نتيجة تضحيات كبرى. محافظ عدن ومدير أمنها قدموا شهداء من أسرهم ومن عائلاتهم، صمدوا وصبروا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم في عدن. ولكن كيف كانت ستعود حكومة بدر وكيف عاد هذه إلى الميناء بعد تحرير مباشرة بصحبة اللواء شلال واللواء إدريس وكان يتمشي وسطهم؟ هذه امور جاءت بتضحيات كبرى، فمن المعيب ان يتم اقالتهم. نعم هو يعني لا احد يزايد او ينكر ما انجزه محافظ عدن في الفتره السابقه، لكن ساعود لاستكمل معك سيد ياسر، انما سنشرك معنا بالنقاش، سينضم الينا الصحفي في رئاسه الجمهوريه سيد ياسر الحسني، سينضم الينا من الرياض. مرحبا بك سيد ياسر. يا مرحبا بك وبضيفك الكريم. اهلا بك سيد ياسر، لعلك سمعت ما طرحه ضيفنا الاخر الصحفي ياسر اليافعي حول القرارات الاخيره، ماذا ترد في هذا السياق؟ والله الاخ ياسر الرافعي طرح يتنافى مع يعني قبولهم بقرارات فخامه رئيس الجمهوريه او تسويق القرار وكانه جاء كخطيئه، بالعكس قرارات رئيس الجمهوريه جاءت لتصحيح الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن. نحن نعرف جميعا أن المحافظة يعني باتت تواجه وضعا اقتصاديا في أو يعني وضعا سيئا في جميع مناحي الحياة، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الأمني، في الجانب التجاري، حتى في الجانب السياسي تعيش وضعا مأساويا، وهذا أمر معيب في حق الشرعية حقيقة. اللواء أيدروس أو أيدروس الدبيب قدم يعني كثير من الإنجازات، ولكن وصل إلى حد أنه لم يعد يستطيع تسديد المزيد، والمرحلة تقتضي أن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وشخصية الدكتور المصلحي يعني شخصية اقتصادية تستطيع أن تقدم الشيء الكثير. وإدارة الدولة ورئاسة الجمهورية رأت أنه في هذه الحالة لابد من وضع رجل آخر في هذا المكان، وأنا أعتقد أن هذه الضجة الكبيرة التي يحدثها هذا رئيس جمهورية لا يحتاج إلى أن يتشاور مع أحد، هذا قرار سيادي ولا نحتاج لأي أحد أن يعني يعطينا ترشيحات لشخصيات في امور محليه، هذه امور تخص الدوله. انا اعتقد رئيس الجمهوريه ليس يعني مطلوب منه ان ياخذ راي اي جانب او اي شخص او اي مؤسسه او اي جهه خارجيه تريد ان تتدخل في اداره شؤون الدوله. نحن عندما نشاهد العاصمه المؤقته للجمهوريه اليمن في هذا الوقت حقيقه امر عذري، وكان القرار مناسب، وهناك موجه تاييد كبيرا من ابناء المحافظات الجنوبيه نفسها، هناك موجه تاييد من ابناء مدينه عدن، هناك موجه تاييد من ايضا من المحافظين، من الاحزاب السياسيه، من التنظيمات، من القوى اليمنيه، جميعا ترحب بهذه القرارات. وانا اعتقد بان يعني تغيير الزبيدي ليس انتقاصا من جهوده، فلديه يعني جهود في المقاومه، الرجل المقاوم، ولكن المرحله تقتضي ان ياتي شخص اخر لاستكمال هذه الاعمال التي باتت يعني تشكل عملا صعبا على المحافظه السابق. وانا اعتقد ان المحافظ الجديد سيقوم بيعني اعاده الحياه
الى الى محافظه عدن، وكذلك انعاش الجانب الاقتصادي والتجاري وكذلك الخدمات الاساسيه للمواطن في عدن. نعم. الماء، الكهرباء، هذه الامور يجب حلها بشكل فوري وعاجل. نعم، اذا ابقى معي سيد ياسر الحسني، اعود بالسؤال الى الصحفي ياسر اليافعي. سيد ياسر، لعلك سمعت أيضا ما قاله ضيفنا الآخر الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، يقول أنه لا أحد ينكر ما أنجزه محافظ المحافظة في الفترة السابقة عيدروس الزبيدي، ولكن المرحلة الحالية تتطلب لرجل يحمل مشاريع يعني تتناسب مع المرحلة القادمة. نعم، هو لا خلاف على ذلك. أنا قلت لك أنه يعني القرار في آلية في الآلية التي تم اتخاذها في بشكل مباشر دون الرجوع إلى عيدروس وإلى السلطة المحلية وإلى التحالف العربي. هو يتحدث عن سيادة بينما لم يجدوا منهم هاربين اليوم في فنادق الرياض في جبهات المخا ولا في جبهات الساحل الغربي. لماذا لم يتحدث عن شراكة في جبهة المخا والساحل الغربي بينما يعلم جميعا من يقاتل هناك ومن يدعم القتال هناك وتحت من إشراف الجبهات هناك في الساحل الغربي؟ هل هم يعلنون سيادة فقط لهم الموجودين في فنادق الرياض فقط وقت اتخاذ القرار ووقت تعيين المناصب ووقت السيطرة على المناصب ووضع العليا للدولة بينما يتركون جبهات القتال أو وقت الجد يتركون عدن؟ لماذا لم يعودوا عدن عندما كانت حامية الوطيس وقالوا لكن معارك الساحل الغربي سيدي لا علاقة لها بترتيب البيت الداخلي للدولة، يعني إذا ما أتينا هو أيضا المفلحي شخصية جنوبية، يعني لا علاقة لترتيب البيت الداخلي في الحكومة بسير المعارك في الساحل الغربي. المفلحي هو مثابت والد لي والتقينا كثيرا انا وياه سكان في السعوديه وهنا وعن زيارته لعدن لا خلاف عليه، وشخصيه اقتصاديه ويعني لا اقول فقط عدن تستاهله وربما كان افضل ان يكون رئيس وزراء، هذا لا خلاف عليه على الاطلاق ونرحب فيه في عدن، لكن نتحدث عن اقصاء اصحاب مشروع، نحن نتحدث عن مشروع سياسي يتم اقصاؤه علنا مقابل تمكين احزاب سياسيه يمنيه، احزاب سياسيه يمنيه تحاول تعيد نفسها، استغلت المليارات التي وصلت المفلحي يمثل هذه الاحزاب الان استغلال من؟ المفلحي يمثل هذه الاحزاب، المفلحي اجى عن طريق هذه الاحزاب، تم اختياره بموافق بتوافق بين هذه الاحزاب وهو وسيتم استخدامه كما تم استخدام عيدروس وقت الشده ثم يتم التخلص نحن الان نخشى على 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 الشيخ عبد العزيز المفلحي ان يتم التعاطي معه كما تم التعاطي مع ادروس الذي يملك قوه والذي قدم تضحيات، ما بالك بالشيخ عبد العزيز المفلحي الذي اقضى معظم عمره خارج الوطن، خاف عليه ان يصبح ضحيه للاحزاب السياسيه اليمنيه كما اصبح ادروس، هذا اللي نخشى عليه، اما هو كشخص مرحب فيه وهو اهل ليس فقط لاداره عدن ولكن لاداره الحكومه بكاملها. نعم، هل لديك معلومات عن يعني تعامل المحافظ السابق عيدروس الزبيدي مع القرارات الرئاسيه التي صدرت يوم امس؟ حتى الآن لا توجد معلومات، لكن هناك تحفظ كبير، هناك اليوم مسيرات خرجت في عدن مع صلاة الجمعة ترفض القرار، أنا أتوقع أن عيدروس الزبيدي سيقبل القرار، نحن لسنا ضد رفض القرار على الإطلاق ونعيده ونكرره، نحن ضد محاولة إثارة الفوضى بعدن، نحن قدمنا تضحيات كبرى حتى أمنت عدن واستغرت الفوضى على الإطلاق، نحن ضد التصعيد بشكل نهائي، ولكن نحن ضد أن ترتب القيادات الجنوبية أوراقها وأن توجد لها كيان في جنوب، لأن العمل الحالي في عدن هو صراع سياسي من الدرجة الأولى، أحزاب سياسية تريد السيطرة على عدن مرة أخرى على حساب قوى حراكية صاعدة لا تملك المعارض السياسي ولا المكون السياسي الذي يستطيع أن يلم شملها، لذلك ندعو القيادات الجنوبية إيجاد مكون سياسي قوي ويكون ند لهذه المكونات نعم. السياسية الأخرى اليمنية والأحزاب اليمنية التي لها باع في السياسة والتي معظم السلطات التنفيذية في عدن تخضع لها وتحت سيطرتها. نعم، بالأخير هو المواطن يبحث عن خدمات وعن أمن واستقرار في المدن اليمنية بشكل كامل، وأيضا ما سمعناه عن من تصريح للمحافظ الجديد السيد عبد الدكتور المفلحي حول أن من أولوياته هو إعادة الخدمات وأيضا استتباب الوضع الأمني بشكل أفضل. إذن نحن سنعود الآن بالسؤال إلى السيد ياسر الحسني، يعني سيد ياسر هناك قراءات مختلفة حول القرارات التي صدرت يوم أمس التي يرونها البعض بأنها استهداف لفصائل معينة، كيف ترد على هذا الطرح؟ هذا كلام غير صحيح، وأنا أعتقد بأن على الصحفي أو زملائنا الصحفيين في عدن أن يتجهوا نحو دعم السلطة المحلية الجديدة، لأن هذا الكلام لن يقدم ولن يؤخر، قرار رئيس الجمهورية صدر،
وليس أمام الجميع إلا دعم السلطة المحلية والالتحام مع السلطة المحلية الجديدة لإخراج السلطة أو إخراج مدينة عدن من هذا الكابوس ومن هذا النفق المظلم. حقيقة أمر مأساوي أن تظل العاصمة المؤقتة عدن الجمهورية اليمنية عامين وهي يعني تغرق في الظلام، والمواطن في عدن يعيش وضعا مأساويا. لابد أن تكون العاصمة المؤقتة عدن نموذجا إيجابيا يفتخر به المواطنون وتفاخر بها الشرعية، ونعتقد أن الشرعية اليوم باتت لديها الخطط الجاهزة لأن تكون العاصمة المؤقتة عدن نموذجا إيجابيا لكل المحافظات، وتكون قبلة للجمهورية اليمنية، وتكون قبلة أيضا ويعني غرفة عمليات لتحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية. نعم. وأن لا تمارس فيها بعض السياسات الخاطئة، وأن تكون كل الأوامر وكل التوجيهات تصدر من رئاسة الجمهورية، وأن لا تأتي أي سلطة محلية تهاجم الحكومة التي تعمل فيها. هذا أمر معيب في السلطة السابقة حقيقة. ونعتقد أنه الجميع اليوم لابد من أن يلتف خلف هذه القرارات التاريخية التي أتت في الوقت المناسب، والتي تصب في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتمكين السلطة الشرعية من ممارسة صلاحياتها وفق الدستور والقانون. نعم سيد ياسر، ما المتوقع من هذه التغييرات في الفترة القادمة؟ المتوقع من هذه التغييرات هو كما ذكر المحافظ في أول تصريح له اليوم، أكد بأنه الأهم يعني هدف أمام الحكومة الشرعية حاليا هو يعني خدمة المواطن وإعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل إيجابي، خصوصا المحافظات المحررة، توضيح أو تطبيع الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وكذلك يعني خدمة المواطن وتقديم الخدمات الأساسية. نعم. هناك دعم من بعض الدول، سيتم افتتاح مشاريع كبيرة وأيضا استئناف النشاط بشكل كبير في ميناء عدن، وهذه معلومات مؤكدة. سيتم استئناف تفعيل موارد عدن لديها موارد كبيرة لتشغيل السلطات المحلية، وكذلك تفعيل البنك المركزي، وكذلك أن المتوقع أيضا أن يتم تفعيل جلسات البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن. وأنا أعتقد بأن الحكومة الشرعية تجهز التحضيرات كبيرة لكي تكون أو تستعيد عدن مكانتها العظيمة بأن تكون عاصمة لليمن، وكذلك يعني تمكينها من أو يعني الحكومة الشرعية تريد أن تكون العاصمة المؤقتة عدن هي غرفة عمليات لتحرير اليمن، ويتم نقل كل من هم في الخارج للعاصمة المؤقتة عدن من خلال إعادة مؤسسات الدولة من الداخل بشكل كامل. نعم، إذن ابقى معي سيد ياسر الحسني. أعود بسؤال لضيفي الآخر الصحفي والناشط السياسي ياسر اليافعي. سيد ياسر، يعني بالمقابل يرى هناك البعض أنه أن هذه القرارات جاءت كضرورة حتمية وأنها جاءت في وقت مناسب، كيف تردون على مثل هذا الطرح؟ بالبداية دعنا نرد على الأخ ياسر أنه تحدث عن يعني ملف الخدمات. ملف الخدمات هو بيد الحكومة، يعني الحكومة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات وليس المحافظة عدن. محافظة عدن أداة تنفيذية. ثم إذا تحدثنا عن أنه معيار النجاح والفشل هو أمر الإقالة، فماذا أنجز وزير الداخلية وماذا أنجز نائب الرئيس اليمني؟ إذا تحدثنا عن يعني عن هذا المعيار، نحن نتحدث عن صراع سياسي في عدن منذ البداية عرقل المشاريع وعطل عمل المحافظ، وهذا الكل بات اليوم يعلمه في عدن. ما تحدث فيه عن عدن وهذه مجرد كلام يعني ومجرد محاولة استدعاء للمانعين. الوضع المليارات في يد حكومة فاسدة لم تعمل حتى الآن في عدن. أنا أكلمك الكهرباء 5 ساعات طافي وساعة شقال اليوم، من دخل يتحدث عن صيف بارد؟ نحن نعيش 5 ساعات طافي وساعة شقال في عز الصيف. ماذا أنجزت الحكومة؟ إذا كان أول من يتحاسب فهو ابن دغر كرئيس وزراء مسؤول عن الخدمات في عدن وليس عيد الرئيس الزبيري. لذلك فالتغيير هو تغيير سياسي لا علاقة له بملف الخدمات، ولا يكذبوا على الناس ولا يكذبوا على المواطنين في عدن. وعدن ستنطلق نحو المستقبل بأبنائها الذين ضحوا بدمائهم من أجلها، وليس بهدلة الهاربين في الرياض وغيرهم. نعم. إذن هذه الاعتراضات الحاصلة حاليا والاحتجاجات الحاصلة في الشارع الجنوبي، برأيك هل يمكن أن تؤثر على مشروعية هذه القرارات، خصوصا يعني تلك المتعلقة بالعاصمة المؤقتة عدن؟ نحن نتوقع ان عدروس الزبيري سيقبل القرار، ونحن كما يعني كنشطاء سنقبل بهذا يعني احترام شرعيه هذه، لكن بالمقابل يجب على الرئيس هادي ان يحترم تضحيات الاخرين. يعلم جميعا يعني حتى لو تحدثنا بالمنطق، الرئيس هادي عاد فضل تضحيات كبرى حققتها المقاومه الجنوبيه والقوات الاماراتيه. اليوم هناك انقلاب على الاماراتيين وعلى المقاومه الجنوبيه، فمن ما هي عوامل القوه التي يتمسك بها هذه اليوم؟ هل المليارات التي جاءت من روسيا هذه ستكمل وستذهب وستنتهي؟ نحن نطالب بشراكه حقيقيه بين
موجودين اليوم في عدن، لا يمكن لأحد أن يغفلها. لكن الوقوف سيد ياسر، الوقوف إلى جانب الرئيس هادي هو في إطار مشروع وطني يعني، والقرارات جاءت من هذا المنطلق. ونحن واقفين معهم بدمائنا وأرواحنا منذ ما قبل. نعم، ولكن يعني كانت هناك فجوة ما بين الحكومة والسلطة المحلية في عدن. يا أخي، من هم الذين لا يريدون أن يقفون مع الرئيس هادي؟ هم الفاسدين في الحكومة اليمنية. حدثني عن وزير الداخلية، ماذا أنجز حتى الآن؟ كم شغل مراكز الشرطة؟ ماذا دعم مراكز الشرطة في عدن وفي المحافظات الأخرى؟ محافظ لحجين اليوم لم يتم دعمه بريال واحد ميزانية، كيف تريدون أن ينجح؟ كل الوعود التي وعدها بندق محافظ لحجين لم ينفذ منها حتى أي بندق حتى الآن، أو يدعم بريال وهو محاصر، وبالأخير سيتم مقالته مثل ما تم مقالة محافظ عدن. هناك حصار سياسي على هؤلاء المحافظين، والهدف قلت لك هو إعادة رموز النظام السابق، إصلاح مؤتمر وبعض الحركات الإسلامية الجديدة كحركة النهضة وحزب الرشاد الإسلامي إلى الواجهة مقابل عزل الحركات الجنوبية الناشئة الجديدة. هذا هو الواقع، لا أحد ولا يمكن أحد أن ينكره. نعم، إذا ما اعتبرنا كما تقول أنه وزير الداخلية لم ينجز شيء، وأيضا هم يرون أيضا أنه وزير أو محافظ المحافظة لم يقدم ما كان مأمول يعني منه أن يقدمه، فهذا التقامر الحاصل يعني، ألا نستطيع نقول أن هذه القرارات جاءت يعني ليكون العمل موحد في هذه العاصمة المؤقتة وتغيير الواقع إلى ما هو أفضل؟ كيف يكون عمل واحد وانت تنفي تضحيات الاخرين ومشروعهم السياسي؟ يا اخي اعترف بمشروع الاخرين السياسي. هم يقولون لماذا تم النفي؟ ونقاتل في المقدمه اعترف مشروعنا السياسي، نؤجل مشروعنا السياسي الى ما بعد القضاء على الانقلاب، لكن للاسف هم يريدون السيطره على عدن وتاركين جبهه نعم وجبهه صروح في مأرب لم يتقدموا فيها حتى كيلومتر واحد. هذا من المعيب بحق الحكومه وبحق لكن اين الانكار؟ اين الانكار للتضحيات في هذه القرارات سيد ياسر؟ انت تنكر مشروع سياسي، تريد طمس مشروع سياسي. الاخ ادريس الزبيدي فتح عدن على مصراعيها وزراء الحكومه اليوم في عدن، ابناء تعز النازحين بالالاف اليوم في عدن ويشتغلون في عدن والامور مفتوحه، ولا يتم معزه اي عنصريه على اي مواطن شمالي في عدن، وانحدثت احداث بسيطه هي تحدث في مأرب وغيرها، ومع ذلك يتهمونا بانه يعني يعمل ضد الوحده الوطنيه وما عليه، مع انه الامر بحسب الاتفاق اجل وفي الاخير سيحدث هناك تفاوض سياسي وسيتم في حل كافه الغضاء، لكنهم مستعجلون، يريدون السيطره على عدن قبل السيطره حتى على ما تبقى منه وعلى الحديده. نعم، اذا وضحت الصوره سيد ياسر اليافعي، اشكرك جزيلا الناشط والصحفي السيد ياسر اليافعي، كنت معنا من عدن. اعود بسؤال اخير لضيفي من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد ياسر الحسني. سيد ياسر، يعني كيف سيتم التعامل؟ هناك نوع من الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، كيف سيتم التفاعل مع بعض ردود الأفعال السلبية إزاء هذه القرارات؟ أولا دعني أعلق على حديث الأخ ياسر اليافعي من عدن. نعم. عندما يتحدث عن النضالات وعن تضحيات أبناء الجمهورية اليمنية، هم يقاتلون في معركة وطنية، وأبناء اليمن يقاتلون ويقدمون التضحيات من صعدة إلى ريمة إلى حضرموت من كل محافظات الجمهورية. هذا الحديث المناطقي والبعيد عن الخطاب الوطني حقيقة هذا أمر معيب في حق من يروج هذا الخطاب. نحن في معركة مع الانقلابيين وجميع أبناء المحافظات يقدمون تضحيات، وهذه القرارات لا تنتقص أبدا من التضحيات، والجميع قدم التضحيات، كل الأطراف السياسية في المحافظات الجنوبية قاتلت، كل الأحزاب السياسية قاتلت، الإصلاح قاتل، الاشتراكي قاتل، كل المكونات الشباب الحراك الجنوبي، كل المكونات السياسية قاتلت ولها تضحيات وبطولات في مساندة الشرعية، وعندما تختزل النضالات لطرف من الأطراف فهذا أمر معيب وبعيد عن المهنية. أما الاحتجاجات التي قد تحدث هنا وهناك فأعتقد بأنها يعني ظاهرة صحية نتيجة ما تم تصويره لبعض الشخصيات بأنها يعني خارج سيطرة الدولة وبأنها دولة داخل الدولة، ونعتقد أن هذه القرارات جاءت لتعالج هذه المشكلة، وبأن الجميع المسؤولين يخضعوا للدولة، لدولة الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأن أي شخص يقصر في عمله ويتجاوز الـ يعني الدستور والقانون أو لا يستطيع أن يخدم المواطن، فأعتقد بأن قرار تغييره أصبح مطلبا وطنيا وشعبيا، ونعتقد بأن المواطن في عدن هو أكثر من يرحب بالتغيير للحصول على الخدمات الأساسية وبحثا عن الأمن والاستقرار والخدمات. بالفعل، إذن أشكرك جزيلا الصحفي ياسر الحسني
كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي الصحفي والناشط السياسي ياسر اليافعي كان معنا من عدن، وأيضا الشكر للسيد ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية كان معنا من الرياض. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله.